أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عق عن ابنه بماعز تبلغ من العمر 8 أشهر ويسأل هل تجزئ عن ابنه وهل عق عن ابنه بماعز تبلغ من العمر 8 أشهر والسؤال هل تجزئ عن ابنه؟ لا, لا ما تجزي لأنها يشترط أن تتم سنة. الضان هو الذي يجزي فيه 6 أشهر نصف سنة, وأما المعز فلا بد من مضي سنة. نعم. أحسن الله عملكم. ويقول في تتمة سؤاله: وهل هناك فرق بين جهله وعمده في ذبحها بهذه السن؟ لا, ما يعذر بجهله, وإنما لابد من السن المعينة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضاحي. والعقيقة حكمها حكم الأضحية, فلا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضاحي. نعم.